القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لقيت درس رقم 415 من دروس التفسير، مازال أكد سورة لقمان. سورة لقمان أماكن دلنا يعني أبرز فكرة في هذه السورة هي الحكمة، الساجس. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ند الحكمة ذي الكنز قرآن، الحكمة كنز عظيم يحتاج إليه الإنسان في حياته الشخصية، يحتاج إليه في حياته الأسرية، يحتاج إليه في حياته الاجتماعية، يحتاج إلى الحكمة في حياته الاقتصادية، في جميع المجالات. الميزان الدونيث يحوجث بنادم ذم كل مكان ذم كل زمان. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نظرت في الحكمة ذي دروس النعدان ونشر حد وصايا لقمان لابنه، وهي وصايا لنا جميعا ما أحوجنا إليها. أسيقين تكمل إليه مثلا الدرس رقم 415 من دروس التفسير، أدن نفسر ميض ربي سلية 20 ألما ذلية 26. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. تنبيه من الله لكي لا نكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. أمك يا ربي سبحانه سخر لنا كل شيء، مسخر للإنسان، لانت أربع موجودات إلى الجماد، أزرو أكل وقسم مثل الجمادات. أنا لي شوية أدنى في الأشجار والنباتات، في قذقي عندها خصائص لا نجدها في الجمادات، دي كاركتيريستيك. وانت نسافر القزرو لأين ساعة الحشيش ساعة الطجرة ساعة وزرون غوكل أي كمل ده ساون. الحيوان أيضا مسخر، كل شيء مسخر. الحيوان أما الطيور أما الحيوانات البهائم كل شيء مسخر للإنسان. بعد دياس الإنسان زين سيد يوسن دي القمة يتقشوشت الجمادات، أم بعد الأشجار والنباتات، أم بعد البهائم والحيوانات، أم بعد أدنس نكني البشر. اقتضت حكمة الله أن يسخر كل شيء للإنسان، كل شيء مسخر. أزرو يتسغوان كاش نهار الحجرة عصات ترفد حجرة تأخذ الراي، تبنيها في الحيط نتاع الجامع تأخذ الراي، تديها وين حبيت، حجرة ضازرو يتسغوال ذكال يتسغوال ذي الطجرة يتسغوال ذي الطجرة ذي الحيوان أزكى ذي العيد أم قران إن شاء الله العيد مربوح للجميع إن شاء الله، عيدكم مبارك سلفا. واليوم يوم عرفة، سيكون حديث بعض الحديث عن عرفة والحج غدا إن شاء الله بعد حين إن شاء الله. فغادينيغ يلا الإنسان يروح يجيب بقرة ويذبحها، خروف جمل تسغنك أول، لو كان ترجع للقوة لو كان ماشي مسخر شكون اللي يقدر له؟ وكزمرنا ديال وزقر
نغلغم باش أثيزلوا، ولكنه مسخر. هذه من حكمة الله عز وجل، كل شيء مسخر لنا، والنعم لا نحصيها عددا. ربنا في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن النعم صنفان، هناك نعم ظاهرة كما قال رب سبحانه: إناد وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ أتم أكمل، نعم تامة. النعم الظاهرة، هذا اللسان الذي يتحدث نعمة، يعني يتسمسلي يلس ذي النعمة. هذه الأذن التي تسمع وتميز بين الأصوات نعمة. ينادي الله صوم الزغيس هذه يفهم الأصوات، هذه يفهم المعاني. نعمة الأيدي، نعمة الأرجل، نعمة الماء، نعمة الهواء، نعمة الغذاء، نعمة لا نحصيها عدد. ربي ندوى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هناك نعم باطنة، نعم باطنة لها تفسيران. التفسير الأول هي النعم التي لا نراها، العقل. العقل إيه، يلا تقول عندي العقل، بسم الله ما شاء الله عليك، وراه لا تراه. إلا وقت تولي لعقلس يخدم بلا من ولاث، اللاغ لعقل بمذان يخدم بلا من ولاث. نعمة عظيمة جدا، نعمة المعرفة، نعم، يعني هذه النعم التي لا نراها، النعم سوالية. هناك أيضا معنى آخر لكلمة باطنة، هي النعم التي دفع بها عز وجل ما هو مضر. ممكن جات مصيبة ربي بعدها، أنت ما تعرفهاش وأنا ما نعرفهاش، ربي سبعد أن يوث المصيبة بلا ما نحصى، فكي نعمة. لذلك العلماء يقولون النعم صنفان: نعم نافعة، نعم دافعة. تقول من النعم الدافعة وهي باطنة وانت نسولها هكذا. سبحان الله، ممكن الإنسان راقد ويجي حنش أزرم، وبعدين يفوت على بطنه، من بعد كي بعد يشوف يقول الحمد لله. ايه ما على بالكش، هانت كنت راقد، لو كان ماشي رحمة ربي هذاك الحنش يدير واش يحب. ولكن نعم الله التي لا نحصيها عددا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. سبحان الله، وكان اللي جادل ويناقش لا والله حقر بغير يغيظه، والله لا يغيظه. لماذا يغيظه؟ إنه يغيظه أو كيف؟ يا عجابة، عندك شوية أيام تعيشها في الدنيا ويا سيدي، وقريت أربع حروف ولا ست حروف، ولا كاش ما شفت في اليوتيوب كاش أفكار نتاع الدمار ونتاع التشويه ونتاع الشبهات، من بعد تقول أنا حكمت السبع من وذنيه، تفضيز مسقوم الزور. يا ولدي راس العقل، هاو العلماء الكبار أمنوا بدخلوا الإسلام هكذا من أوسع الأبواب. ربي قال في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فلننتبه. ومن الناس من تفيد التبعيض، ربي يهدينا ويهديهم، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. أكيد اللي يجادل في هذه الأمور في الحقائق في القطعيات لا علم ولا هدى له، ضائع تائه. ولا كتاب منير ولا حجة ولا بيان في كتاب من الكتب أو في سفر من الأسفار، لا شيء. هكذا تغنت إفغي وفريد والسلام. ذلك نسأل الله الهداية، الهداية نتمنها ونرجوها للجميع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يلا كي تقولوا اتبعوا واش نزل ربي، ذبعث ولا ربي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
وقال الله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أنت تقول له هكذا يقول لك لا لا أنا خاطيني. يا ولدي الله يهديك ويهدينا. يلا سيدي ويقول لك نتبع واش خلاه كذا دين الأجداد. احنا ما نتكلموش على احنا نضرب، احنا الحمد لله أجدادنا مسلمون مؤمنون، لكن هذوك زمان لا، يقول لك نتبع هذوك الزريعة نتاع قريش هذوك اللي خاطيهم كامل أصحاب قوبل وهوبل ولات والعزة تبعوا الضلال. ولكن ربي سبحانه قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. حتى ولو كان الشيطان يدعوهم، هو فعلا يدعوهم إلى عذاب السعير. الشيطان ربي سماه العدو المبين، لينمي ديكلاري عدو مبين. الشيطان والله ما يبغي الخير للناس. إلا حبيتوا تعرفوا حتى في العواشر، كي يجي العواشر يعمر بالمشاكل الناس، يقول لكم هذا بين قوسين لله في سبيل الله، لله في سبيل الله. حالات الطلاق التي جاءتني في ست أيام سبع أيام تقريبا 31، إذا كان وصلنا 10 أيام 51 حالة طلاق. أنا نقول هكذا باش ننتبه. يا عجبة، ما كاش وقتاش تطلق مرتك تطلقها لافين تاع عرفات ولا لافين تاع العيد ولا. ولكن الشيطان يقول لك والله غير نخرب لكم، ما تفوتوش العواشر بخير. هكا دي فوا يدير لك مشاكل اخرى، ظروفات تحانوت لا كونتابيليتي بلا قال. رانا في العواشر ما تمسو والو، لازم ننتبه. اي ملف تجبدو تطيح عليه، طيح على راسك ونطيح على راسي بلا عقل. اش يضرك تخرتي المشاكل. ولكن الشيطان شاطر، شاطر بزاف، يخير لي مامو هذه ويحاول يدير مشاكل والعياط وزقا. لازم الانسان يفهم مكائد الشيطان ويرتقي. استقبل قرن سرحي وما ذي الحون، الخير ارباح ان شاء الله، تعيو الشده اتفك الشده، ادقري ثلويث ادقري لهنا، انمي عقل واتمي عقل مثلا ذي مولان اغص ربي الدنيا الاخر. نسال الله حسن العاقبه. اذا هذا هو الشيطان. ومن يسلم وجهه الى الله، هذاك اللي يسلم وجهه الى الله المؤمن وهو محسن، اي شيء يديره محسن، في طاعته محسن، في نسكه محسن، في حجه محسن، في عمرته محسن، في أضحيته محسن، في تجارته محسن، في استثماره محسن، في علاقته مع الوالدين محسن، مع الجيران محسن، محسن في كل شيء وهو محسن. النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا سعد، أما السعد بوين يسعن الإحسان وذي المراقبة ذي العبادة ما ذي المعاملات ذينا يطف ذي القمرار ذي المحلة ذي القرص. عروة الوثقى معناه حبل الله المتين لا يخاف. وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. وإلى الله عاقبة الأمور، كل شيء يرجع لربي. أمذان يتحبير ربي يتضبير. فلا وحدس العبد بالتفكير والله بالتدبير. وإلى الله عاقبة الأمور. أجل أمر يا ربي سبحانه، ربي سبحانه أسدي فكثي فرث. ومن كفر، واللي كفر عرف الحقيقة ثم كفر، ومن كفر فلا يحزنك كفره. النبي عليه الصلاة والسلام يحزن على كل نفس تفلت منه إلى جهنم. تغاضنت وقاذي تمتثن على الكفر، تغاضنت يا ربي ناس. ومن كفر فلا يحزنك كفره. واحد زنارة خطر ذلك خطارا، ولقد هديناه النجدين إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. كل شيء نوال سيدي ربي، أنا وضر سيدي ربي، كلنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فننبئهم بما عملوا، كل يوم زرع ذي الدنيا ذي غلف ذي الآخر. إن الله عليم بذات الصدور. ربي زرع ينكفرني ظهران، كل شيء حصاد ولا شيء في الفلاس. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. متعة الحياة، متعة الحياة زائلة قليلة ولو طالت.
الدنيا ثولا ما غزفت وزيلت. الإنسان يتمتع في هذه الحياة، ترى ما ذي الحلال يا سعدو، ما ذي الحرام لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي ند الختم ينس إلى عذاب غليظ، والله ما نزمر أي ثمتين العذاب. واحد ما يقدرش يصبر على الشمس، ما يصبرش على المطر ولا البرد ولا ما نصبروا على والو، وزعما نصبروا على العذاب اللي يستنانا يوم القيامة. والله غير الإنسان يسلك روحه، كل إنسان كيمانيس يعني. يا ربي ند واتقوا يوما، وهذه آخر ما أنزل، هذه نزلت بعد 13 يوم من حجة الوداع. إيه 13 يوم تقريبا، كان يقال 16 يوم تقريبا، ولكن الراجح 13 يوم. آخر آية نزلت في القرآن هي الآية 281 من سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن إلا قنحز في وسني إلا وسا إلا وزكا إلا وزكا. يلا ولئن سألتهم، يلا لو كان سقسي هذا المشركين الكفار، من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. هل هناك شخص ادعى أنه الخالق للكون؟ لا أحد عبر التاريخ. هناك كفار ولكن لا كافر عنده كوراج يقول أنا اللي خلقت السماوات والأرض والمجرات والبحار والو، هذه قاعد تعرفوا بها. إذن هذاك الكرياتور، هذاك الخالق، هو اللي لازم نؤمنوا به وحده والسلام وتفرى. ولكن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم المشركون يقولك ربي هذا الخالق، قل الحمد لله، معنى ظهر الحق دين، تجلت الحجة، ظهر البرهان، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الكثير ما يعرفوش، لا يعلمون هذه الحقيقة الكبرى، يعني وجود الله عز وجل وإفراده بالعبودية، هذا أمر لا يجوز على نقلا وعقلا أن ينكره الإنسان. أم بعد الآية الأخيرة، لله ما في السماوات والأرض، كل شيء لربي، شيء لربي ذي وغالي ربي. الآية 26 من سورة لقمان، شوف هذه الآية 19 من سورة الحديد، أن دين ربي ولله ميراث السماوات والأرض. أمث مزيرت بدا، أم ثينو فلا، أم ثحانوت، أم وقاراج، أم تركتو، كل شيء ولله ميراث السماوات والأرض. صحيح يرنغ نتوارث، هناك ميراث ينتقل من المورثين إلى الورثة في الحياة الدنيا، ولكن الوارث الأخير، الوارث الحقيقي الذي كان يملك كل شيء ابتداء وأثناء وانتهاء هو الله جل جلاله، ولله ميراث السماوات والأرض. الآية 26 الآية الأخيرة في درس اليوم، لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الله هو الغني، جاءت هذه بالأل، أل تفيد الاستغراق والشمول، الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء في كل شيء. هذا الأكسجين، هذا الهواء، لو كان يحبس ثواني سنموت كلنا. هذا الماء أمان، وجعلنا من الماء كل شيء حي ذمان، الهواء والغذاء والإيواء، كل شيء، كل شيء في يد الله عز وجل. نكون حواجث، نكون فقراء، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد، هو محمود يستحق الحمد، والحمد لله رب العالمين. قبل الختام، السقي يوم عرفة، الحمد لله يسد بيوم الجمعة، نبارك ونهنئ لإخوينا وأخواتنا اللي يراهم في بيت الله الحرام، يراهم اليوم في عرفات، هذه اللحظات في عرفات، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا دعوا إن شاء الله ينفع ربي دعوات سنياك إن شاء الله، ولكن في حاجة، وقاذ يظامن، وقاذ يظامن من أول يوم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. تعرفوا هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة،
هي مباركة. وين يظهر من سكاس مزور المدسة أما السادس ربي تقبل، وكاين مجتهدين داروها ربي تقبل طبعا من غير الحاج. ولكن اللي ما صامش غير اليوم اللي صام صيامه صحيح، يطمئن تماما 100%. وين يظام نسقي كان أفراده بالصيام يوم الجمعة يغلد عرفات لقوس الجمعة صافي، نكون وظام عرفات عادي يسد الجمعة والسبت ما يهمناش وقت ما جاء مرحبا به. وين يظام نسقي كان وحدس رمضان يصحى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أنه يغفر. وين يظام الساقي السيافور بس قوسي عدن بس قوسي ديه الدون، ربي يغفر لنا الذنوب نتاع العام اللي فات والعام اللي جاي. هذه موجودة غير في عرفات، لا في عاشوراء ولا في أيام البيض ولا غير في عرفات وحده صافي. وين يظام هذه قضى ربي في الناس وليطمئن تماما، أذي يرتاح وليس وأذي يرتاح إن شاء الله وأذي هني. أزكى يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر أزكى ذي لهنا إن شاء الله إذا مربوح نجتهد جميعا لتحقيق مقاصد الصيام الإيمانية التعبدية الاجتماعية الأسرية التصالحية إن شاء الله. هذه رذن ولوان والشبح الوذموان لعيثة مربوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.